جهد موحد قيمة تبعث على الاعتزاز، هذا هو عنوان تعليقنا السياسي لهذه الفترة. إن مسيرة الشعوب في ترقيها على سلم الازدهار الاقتصادي والاجتماعي تعتمد على عاملين مهمين، وهما الثروة البشرية والطبيعية. فإذا كانت الثروة الطبيعية تتمثل في المواد الخام، فإن الثروة البشرية تعني الأفكار والجهود التي تعمل على تسخير تلك المواد لخدمة مصالح المجتمع. وانطلاقا من هذه الحقائق، وضعت الحكومة الإريترية ضمن أولويات أهدافها مهمة بناء وطن آمن ومزدهر يعيش فيه المواطن في جو من الاستقرار والرفاهية، قادر على تحقيق آماله وتطلعاته الروحية والمادية عبر تطوير الأوضاع الاقتصادية ورفع مستوى الخدمات الاجتماعية، لا سيما في المجال المعرفي والمهني، والارتقاء بهما نحو الأفضل. إن هذه الأهداف ليست أهدافا يمكن إنجازها والوصول إليها منذ الوهلة الأولى، بل تتطلب وقتا وجهدا متواصلين، كما أن تعزيز قيم الاعتماد على الذات وتطوير القدرات الذاتية وضمان المشاركة الفاعلة لكل أفراد المجتمع والتلاحم الشعبي والرسمي يمثل بحق عاملا حاسما ومهما في تحقيق هذه الأهداف. لذا فإن ما حققته إريتريا من تقدم في مجال بناء الوطن عبر الارتكاز على روح التكاتف وعمق التعاون بين الحكومة والشعب يعتبر إنجازا مقدرا استحق تقدير ورضا الشعب، وأن أكبر ربح يجنى من مبدأ الاعتماد على القدرات والإمكانات المحلية هو تعزيز القدرات العملية والإمكانات البشرية. لذا فإنه لا يمكن التقليل من الدور الذي تلعبه التجارب التي تراكمت من خلال العمل وما اكتسب عبره من تأهيل في الإسراع بخطوات مسيرة النماء والتطور في المستقبل. وهكذا فقد أعادت اجتماعات مجلس الوزراء في الأسبوع المنصرم التأكيد مرة أخرى على إعداد برامج ومشاريع تنموية ضخمة ومنسقة للعام 2011، بما يمثل تواصلا وتعزيزا للبرامج والمشاريع القائمة. وعليه فإن تقوية مشاريع ضمان الأمن الغذائي والتوسع في استغلال موارد الثروات البحرية والحيوانية وتطويرها، والعمل على المزيد من تعبيد الطرق وتأهيل الموانئ وغيرها من أسس البنى التحتية، والإسراع بوتيرة الإعمار ومشاريع الإسكان ومضاعفة مشاريع البحث والتنقيب عن كنوز وخيرات الأرض، وخلق أرضية للحفاظ على قوة الدفع في مجال الخدمات الصحية والتعليمية ورفع مستوى كفاءتها، وإيصال خدمات الطاقة والاتصالات إلى شتى أرجاء الوطن، وتحسين مستوى خدمات النقل والمواصلات. يعد كل ذلك من أهم معالم المشاريع التنموية القادمة. غني عن القول أن الاستراتيجية التي تتبعها الحكومة الإريترية تتخطى العوائق والمصاعب المرحلية لتستشرف أفاق المستقبل من خلال حمايتها للقيم المرعية وغرس حب العمل والإنتاج ومضاعفة الدخل، وعبر هذا الدرب تتعزز القدرات الإنتاجية المحلية وتترسخ مفاهيم العمل الجماعي. فهي إذن استراتيجية ترمي إلى التغيير نحو الأفضل اقتصاديا بما يلبي رغبات المجتمع ككل. وبالتالي فإن التفاعل الإيجابي الذي يبديه الشعب الإريتري مع هذه الاستراتيجية عبر التطلع إلى المستقبل الواعد والتفاني في إنجاح برامجها التنموية يستحق كل الثناء والتقدير. لذا ومما لا شك فيه أن الشعب الإريتري ومن خلال هذا الجهد الموحد يخطو بثبات صوب تحقيق الرفاهية والتقدم في أقرب وقت ممكن، ولأن الجهد الموحد قيمة تبعث على الاعتزاز.